مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني ولسه مكملين حديثنا على كم هائل من التطوير في العاصمة الإدارية الجديدة. تعالوا بينا دلوقتي نشوف نواة طبية المدينة عالمية على أرض مصرية. يلا بينا. مشاهدينا الكرام، لسه مكملين جولتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا دلوقتي أمام مستشفى العاصمة وهي نواة لمدينة طبية عالمية. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا، صباح الخير يا فندم. صباح النور. مرحبا بيكم في أول مستشفى في العاصمة الإدارية في المدينة الطبية. فخورة قوي 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 بالإنجاز اللي بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة، وعايزين ناخد جولة مع مشاهدينا الكرام على أرض الواقع من مستشفى العاصمة. إن شاء الله. نبتدي بقى نخش نشوف الأول الحلم اللي كان مجبور عن ديزاين وماكيت ورسومات، ونبتدي ناخد فكره على الحقيقه. يلا بينا. اتفضل. مبدئيا عايز احييكوا ان انتوا منفذين التصميم باعلى جوده. ده شغلنا يا فندم. هو احنا كنا 5000 واحد هنا بيشتغل، 3 ورديات متصلين، يعني 24 ساعة. 3 ورديات، عندنا سكن هنا وعندنا اقامه كامله عشان نقدر نلحق. 18 شهر ده مده قليله انك تخلصي المبنى كله بانشاءاته وخرساناته وبتشطيبه كده. 18 شهر. المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي على ارض الواقع. 18 شهر يا فندم. طب انتوا عملتوا كده ازاي؟ انا كل ما ادخل مكان في العاصمه اقول لي سنه وخلصنا وسلمنا، سنه وشهرين وخلصنا وسلمنا. حضرتك سنه واحده تشتغلي 3 ورديات، يعني كانهم 3 سنين. ما احنا تشتغلي سنه واحده ورديه واحده، ما تخليهم 3 ورديات كانها 3 سنين. ومفيش وقت، احنا عاوزين نلحق نوصل للمكان اللي احنا المطلوب. انا بحييكم على السرعه وعلى الكفاءه وعلى التطوير وعلى المجهود. اشكرك يا فندم. مبدئيا عندنا مبنى المستشفى عباره عن بدروم وارضي وخمس ادوار متكرره. باجمالي مسطح للمستشفى 6 فدادين، 25000 متر و300. عندنا سكن الاطباء 1000 متر مربع، عباره عن 144 دكتور وطبيبه، طبيب وطبيبه. عندنا غلايه وعندنا خزان ميه وعندنا محطة كهرباء للطوارئ وأماكن انتظار للعربيات. نرجع لمبنى المستشفى. المستشفى زي ما احنا واقفين كده اللي انت هتشوفيه هنا حضرتك هو موجود هنا. لو بصينا هنا هتشوف الفرش وهتشوف كل التفاصيل اللي موجودة هنا، هتشوفيها دلوقتي على الطبيعة. كل شيء زي ما اترسب زي ما نفذناه. أنا شايفة السراير بالفرش بالأجهزة، انتوا عاملين حساب يعني كل ده التصميم. ده التصميم واحنا عملنا له كل الموديفيكيشن وكل الحاجات المطلوبه ونفذناها زي اللي هتلاقيه هنا هنشوف دلوقتي على ارض الواقع. على ارض الواقع كل الرسم هنا زي ما معمول بتنفذ تمام. الدور الارضي على سبيل المثال اللي احنا واقفين فيه حضرتك بتكون من 3 اجزاء رئيسيه: عيادات خارجيه 16 عياده، 13 تخصصيه و3 اسنان، وعندنا معمل اسنان وبانوراما، عندنا وتركيبات قسم كامل للاسنان.
نعمل جمهورية جديدة بالظبط، بنفرشها من بلدنا، من بلدنا، منتجاتنا بالظبط. عندك الأساس من مدينة دمياط، عندك الرخام من مصانع مصرية، عندك مهندسين مصريين، عندك عمال مصريين، عندك جمهورية جديدة. انت كمواطن مصر لازم تبقى فخور دلوقتي. انا بقولك جمهورية جديدة بتقدم لك دعم، بتقدم لك حياة، بتقدم لك حياة كريمة، حياة كريمة بجد، بتكبر لك اقتصاد بلدك عشان يبقى ليك مكانة كبيرة حول العالم. تعالوا نكمل. تفضلي. دلوقتي داخلين على غرفة الطوارئ، عمليات الطوارئ، احد الاجنحه الرئيسيه في الدور الارضي. دي غرفه الطوارئ اللي احنا داخلين عليها، جناح الطوارئ. هنا عمليات، هنا عزل. اتفضلي. واحنا داخلين كده نبص حضرتك، ده الارضيه كلها فينيل انتي ستاتيك اكتف. حضرتك هنا عندنا كل التجهيزات، عندنا هنا ده الهواء بينزل في اتجاهات معينه، في هنا الهواء كله فريش اير علشان نقدر نقلب المستشفى دي في حاله الطوارئ وفي حاله الكورونا لمستشفى عزل، بتقدر تستخدم المستشفى دي كلها بطريقه امنه طبقا للكود الجديد. حضرتك هنا بنحط هنا الاشعه، نحمل يبص عليها بتشوف كل الاجزاء، ويبتدي يظبط كل الاضاءه بتاعته. هنا بيطلع الادوات اللي مش نظيفه ويبدلها مع الفراغ اللي جوه ده بطريقه امنه، يعني ده يطلع حط المعدات، يقفل الازاز كده ويفتح التاني من جوه بحيث الهواء ما يتنقلش من هنا، لان ده معقم هناك، مش معقم وما بقاش فيه تواصل. احنا عاملين مستشفى باعلى امكانيات حقيقي، باعلى تكنولوجي، وراعينا في المستشفى هنا مفيش تداخل في المسارات. في مستشفى حاجه اسمها الممر النظيف والغير نظيف، ده اللي بيمشي فيه المرضى وبيخش، ده والدكاتره ده بيخش على العمليات. تبادل الادوات دي ممر غير نظيف، الخروج عمليات زايده مش عارف ايه، ده غير نظيف. الممرات دي لا تتقاطع لا افقيا ولا راسيا عشان الحفاظ على عدم العدوى. اجمل ما في الموضوع ان المستشفى دي اتبنت في عز جائحه كورونا. فعلا احنا موجودين. ايوه حصل. كل العالم كله احنا قد الدنيا. بيطلع بقى هنا الانعاش والافاقه حضرتك هنا. هنا في الجزء ده الأسرة لسه بتيجي موجودة بقى، بنفرشها والله نازلين على أرض الواقع عشان نقول لكم اتغيرت، بتتغير. احنا رايحين في حتة تانية، احنا بقينا في حتة تانية. خطة 2030 احنا ماشيين على خطاها، وعايزين نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح طبعا طبعا. ربنا يخليك للبلد دي، انت اللي وصلتها لكده، انت وشعبك اللي بيثق فيك وبيحبك. لو ما كانش الدعم ده ما كناش هنعمل كل الكلام ده. بدعمك حضرتك بتنزل بنفسك تمر على الناس تديهم دعم إنساني، دعم اجتماعي. احنا بنشكرك. قابلنا مواطن في جنوب سيناء أثناء تصويرنا مع محافظ جنوب سيناء، قال أنا ابني صاحب قدرات خاصة، ابني ما أخدش حقه غير في عهدك يا سيسي. الجملة دي طيرتنا من الفرحة، لأن أب بيقولها وهو موجوع على ابنه. الكلام ده حقيقي على أرض الواقع. كلنا في برنامج الجمهورية الجديدة بنشوف كواليس نفسنا ننقلها لكم، بس للأسف ساعتها ما بيبقاش فيه كاميرات بترك. الناس دي ما كانش ليها مكان كافي، في عهدك بقى ليهم مكانة عالية قوي. الناس دي ما بتعرفش تمثل، ما بتعرفش تكذب. لما بنكون في مؤتمر ونشوفهم، ممكن نحضنك يا ريس، ممكن نتصور معاك يا ريس، دي الناس الوحيدة اللي ما بتعرفش تمثل، اللي في قلبها بيطلع على طول. ان انت تدعم بوجودك عارف يكمل، بدعمك ليه عارف يعيش. بلدنا بقت في حتة احسن بيك وبدعمك. ربنا يخليك لشعبك ولوطنك. انت عايش تحلم، وعندك قيادات سياسية بتنفذ، وعندك رجال أعمال وطنيين بيحبوا البلد، مقدمين كل الدعم ومقدمين نفسهم. بنشكر الشركات الخاصة اللي بتبني وتساعد البلد دي، بنشكر المهندسين، بنشكر العمال، بنشكركم.
زوار للمرضى بيجوا، محدش بقى يطلع عن خلاص خالص للعناية المركزة، ولا معهم أكل ولا معهم شرب ولا تسليم ولا أي يعني حاجة. يعني بيشوفوا المريض من هنا؟ بالظبط. اتفضلي. الصور اللي موجودة دي للعناية المركزة، كل شاشة من دي في واحد هيبقى قاعد هنا المريض، وهنا بيجي الزائر قدامه الكاميرا قدامه التليفون يتكلم والتاني يعني قدامه. انا عايز اجي اطمن على حد باكي النمره 23 ده اللي بكلمه واشوفه، ولكن ما ادخلش بقى واعمل له اذاعات 14 المريض رقم 14 13 بالرقم. وبرده رائع ان انتوا تكونوا عاملين زي متابعه للمريض، يعني دي كاميرا موجوده. خليني اقول لك على موضوع المتابعه، في احسن من كده. في سيستم حضرتك لما نروح دلوقتي هناك تاخدي رقم بعد الشرع عليك، اي حد بياخد رقم بيبقى خلاص عمل له ملف الكتروني، اي تحليل اي اشعه اي حاجه كلها ما بقتش بورق زي الاول، كله بيتنقل على سيستم. انت هتخش عند العياده الفلانيه حاجتك بتروح قبل منك، تروح تلاقي الداتا بتاعتك موجوده. لا قدر الله في ابلكيشن مع الطبيب اللي بيتابع حضرتك بيشوف حالتك اول باول، ولو في اي حاجه يكلمك انت ما تطلعيش ما تنزليش لو في اي حاجه من الحاجات الحساسه. باشمهندس اشرف انا بشكرك جدا على اللقاء ده وعلى الجوله دي، ومبسوطه ان احنا بننقل للناس من على ارض الواقع. جمهور رأي حضرتك في الصرح الطبي ده ايه؟ من ضمن برضو المشاوير اللي احنا سافرنا فيها وشفناها، مثلا شفنا مراكز طبية كنا بنحاكي عنها، يعني زي مثلا مش عارف نقول كليفلاند مش عارف ايه كلام من هذا القبيل. يعني المدينة الطبية اللي انا شفتها برضو مع حضراتكم النهاردة، انا شايف مدينة، يعني كلمة طبية دي خليها يعني كده، ويمكن حضرتك شفتيها يعني رأي العين، يعني زي ما بيقولوا دي مدينة متكاملة فيها كل حاجة. فطبعا انا شايف انه ده في حاجه كمان انا يعني عرفتها، ان هذه المدينه تم انشائها في سنه وشهرين، وان العمل فيها كان على مدار ال 24 ساعه. قالوا لي ثلاث ورديات في ثلاث اليوم ورديات بمعدل ثلاث سنين. فيعني انت بتتكلم في حاجه اتبنت في سنه، يعني مش اتبنت وبس، يعني اتبنت واتجهزت. صحيح، باعلى تكنولوجي على امكانيات وباعلى اجهزه، وفي سنه كانهم عايشين ثلاث سنين بيبنوا. قلت لهم عملتوا كده ازاي؟ قالوا لي احنا عايزين نبني. الناس مبسوطه وهي بتبني في بلدها. في عامل هناك قابلناه قال لنا انا بروح البلد، هو من حته ارياف، بروح البلد اقول لعيالي ان انا مشارك في الجمهوريه الجديده. هو فرحان وهو بيشتغل طبعا. قال لي انا كنت بطلع اشتغل بره واروح ليبيا واجي مش عارف، بيحكي لي بقى تاريخه. قال لي انا دلوقتي انا فرحان ان انا بعمر في بلدي، ومش متعلم بالفطره وبالحب وبالوطنيه بيتكلم. حتى احنا عملنا معاه حديث وهننزله في حلقه من الحلقات. بجد كلامه بيدخل القلب، صريح وصادق. انا شايف يا استاذه منى من كلامك يعني عارفه اتنقلت لي طاقه ايجابيه جميلة جدا. يعني الطاقة دي والله أنا أخدها منهم، أصل أنا بنزل في وسطهم، أنا بقعد فعلا على الأرض معاهم أشرب شاي. العمال بيحبوا اللي بيعملوه بطريقة بجد كبيرة قوي قوي. أنا ببقى فخورة وأنا قاعدة في وسطهم بقول لهم أنتوا اللي بتبنوا البلد دي. يعني بسأله بره الكاميرات أنت فرحان؟ يقول لي آه فرحان طبعاً. طبعا. دي شايفة ده؟ أنا كنت بمشي هنا وهي صحراء. بقول له كنت بتعرف الطريق ازاي؟ يقول لي ايه؟ كنت بعلمها بالطوب والزلط في الرمل يا فندم. يقول لي وعلامات الجزمه، سوري انا اسفه، الشوز بتاعته بيعلم الطريق عشان يعرف يرجع له تاني. قال لي اصفر فاصفر صحراء. قال لي فده اتبنى على ايدي، تحس ان هو ابنه وهو بيتكلم. فالطاقه اللي انا باجي اخدها دي وبطلعها للمشاهدين، انا ولا قصدي اوفر ولا قصدي ان انا لا بقى لا لا خالص، انا غصب عني باخد الطاقه دي منهم وبطلع هنا على الشاشه بحاول انقل لكم صوره من مجهود عمال ومهندسين وقيادات، وكمان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الف تحيه، يعني بجد بجد برفع لكم القبعه، يعني ربنا يخليكم يا رب لمصر. ده احنا شفنا دعم منهم غير طبيعي. واخص كمان الذكر بمعالي اللواء محمد سعد زغلول نائب رئيس الهيئه الهندسيه للعاصمه الاداريه، فعلا
احنا بنشكرك يا فندم بجد، شكرا. كان لازم اشكرك على الهوا، اقل حاجة اقولها لك شكرا. معالي اللواء طلع معانا سلالم 7 8 ادوار في كل وزارة، اقول له طب حضرتك اتفضل استريح، يقول لي لا اتفضلي. هو حد صارم جدا وحازم جدا ومواعيده مظبوطة جدا، وفعلا ما بخلش علينا ولا بمجهود ولا بصحة، وكان صايم يا فندم. ما هي دي الإدارة. كان صايم يا فندم. ده الجيش، قوات مسلحة. ده الجيش. كان صايم. ده حقيقة، أنا بوصف دلوقتي حقيقة يا جماعة، ده واقع أنا عشته في وسط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أنا بشكر حضرتك، حضرتك ما بخلتش علينا ولا بصحة ولا بمجهود ولا بمعلومات. كان بيذاكر لنا يا فندم، يعني احنا قبل ما ندخل المدينة الرياضية كان بيجيبنا ويوقفنا كده حوالين العربية ويرسم رسم كروكي، يقول لنا ده كان صحراء هنا والمبنى ده والمبنى ده. فهمت؟ نقول له يلا اتفضلوا ادخلوا خدوا جولة عشان تشوفوا بلدكم وصلت لفين. كان بيتعامل معنا ان احنا اولاده واحنا واقفين، فكنا فرحانين. قال لنا خلي بالكم انتوا اللي هتنقلوا الصورة للناس. ايوه. فانا كنت حاسه بمسؤوليه، عارف، حاسه في الجيش. اقول له حاضر يا فندم. يقول لي انتوا ما بت... يعني مش نازلين، عايز يقول لي مش نازلين تصوروا حلقه يعني للترفيه، انتوا نازلين تعملوا حاجه وطنيه لبلدكم، بتنقلوا صوره للعالم كله. فكان في مسؤوليه وكان في حب وكان في تعاون مننا كلنا، حتى التيم كان شغال. احنا فضلنا نصور 12 ساعه يا فندم. 12 ساعه. طبعا. من 7 صباحا ل7 مساء. انا واثق كمان ان هي يعني ما شفتوش كل حاجه. لا احنا أكيد. نزلنا ايام كتير. والمغرب اذن على معاليه وهو كان صايم، وقلنا له يا فندم، قال لنا هصلي المغرب وهكمل. فلا يعني الواحد جسمه بجد بيقشعر من الناس دي عايشه عشان احنا نعيش، هي عايشه مش عشان هي تعيش، عشان احنا نعيش. ده حقيقه. بحس ان هم شايلين روحهم بجد. ده حقيقه. على كفهم وعايشين، يعني هم عايشين بيبنوا عشان احنا الاجيال. ويجي يقول لنا الرخام ده رخام مصري، الرخام ده انتوا هتتمتعوا بيه لما تيجوا تعملوا مش عارفه ايه، بيوصف لنا وبيحكي لنا ان احنا الاجيال اللي هتستمتع بالحاجات دي وان هم بيبنوا لينا. ده احساس ما يتقدرش بكلمه شكرا. انا بجد بكرر شكري تاني للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وللجيش بالكامل وللشؤون المعنويه وعلى راسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكرك. خليني اقول يا فندم برضو ان القوات المسلحه، عشان تعرفي ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، النهارده لما القوات المسلحه والهيئه الهندسيه تشق طريق ام ربنا سبحانه وتعالى، طريق الجلاله، ام ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بانه كنز من الرخام والجرانيت يكتشف في المنطقه دي، ثم بعد كده يتعمل منه كل ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم بعد كده يتعمل منه أكتر من مصانع، ثم بعد كده يتصدر للخارج. مش ده كرم من عند ربنا؟ مش ده نتيجة المجهود اللي القوات المسلحة قامت بيه بطيب خاطر وبحب زي ما حضرتك قلت؟ دي معركة. صحيح. دي اسمها معركة التعمير، معركة